نحن وياكم خفيف نضيف اليوم موضوع كتير مهم، طبعا التمييز بسبب المدينة. هذا موضوع شائع كان بالمدارس الجامعات أو بالمجتمع أو بالشغل أو بين الجيران، دايما منميز الناصح أنه شخص مختلف عن غيره. كيف لازم نتعامل معه اليوم؟ هذا موضوع كارلا. صباح الخير. صباح الخير. شو؟ يعني انت بسألك شو هلا، نحن صار لنا اسبوع عم نسال كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا، هل بتعتقدوا انه الشخص البدين او اللي بيشكي من بدانه بيتعرض او هو عرضة للتمييز؟ اكيد. وانت بتقول اكيد. طب رح نحط لنشوف نحن شو البول عندنا حاطين. Do you think that obese persons suffer from discrimination؟ جوزيف بيقول اكيد نعم. إلا يعني بده يعبر يلي بده يشوفه بطريقه ما، يعني في انسان يعبر بطريقه بوزيتيف، انا هيك بلاقي. وانا بعرف انه الانسان البدين عاده دائما واغلب الاحيان بيكون خفيف الدم، يعني خفيف الظل. بدي اقول لك يا جوزيف انه انت مثل 88% من الاشخاص بيعتقدوا انه الشخص اللي عنده بدانه عم بيتعرض للتمييز، وبس 11.7% من الاشخاص اللي صوتوا معنا بيعتقدوا انه الشخص يلي عنده بدانه ما بيتعرض للتمييز. انا هون بدي اقول لا، هذا انا مش مع الفكره، يعني انا لا مع الواقع اللي مع عم نشوفه. نحن عم نشوف الواقع هالشيء، لانه جوزيف هيدا الشيء صحيح. وبدي احكي عن دراسه انعملت بهالموضوع، بس اللي بدنا نقوله انه عم بيصير في الشخص اللي عنده بدانه عم بيتعرض لقله احترام، عم بيتعرض لسوء معامله من ناحيه، حتى يعني اذا كان بمطعم او اذا كان ب شوبينج، يمكن مش بمطعم، بشوبينج سنتر هو عم بيتسوق كمان، ما بيكون عنده الخدمة صحيحة. وكثير من الأشخاص قالوا إنه بيعتقدوا إنهم الأشخاص بتعتقد وقتها تشوفهم وعندهم بدانة بيعتقدوا إنه ما عندهم ذكاء، أو باللغة الإنجليزية بيعتقدوا إنهم ستوبيد، أو طبعا في عندهم نوع من الغباء، وهذا طبعا نحن بنعرفه إنه مش صحيح. أنا بلاقي مش التمييز أوقات إيجابي، بلاقي أوقات إنه نعطي رأينا لشخص مقرب منا بدين بيكون كمان ايجابي، ممكن انه نعطيه الحافز لانه خفف من وزنه. رح اقول لك كيف القصص صارت، حتى لانه كمان تبين انه حتى من الاشخاص اللي عندهم اختصاص، يعني ان كان اطباء اختصاصيه تغذيه مش كثير، بس الاطباء اللي بيعالجوا تبين كمان او بامنوا العلاج انه كمان بيعاملوا الشخص اللي عنده بدانه أقل احترام من ما هو لازم يحصل عليه لأنه عنده بدانة. وبعتقد جوزيف كل هالشي لأن بعض الأشخاص بيعتقدوا أنه الشخص البدين بإيده، يعني ولو ليه ترك حاله هيك، هاي بنسمعها قد ايه، كم مره بنسمعها، ولو ليه تركي حاله هيك، ليش تارك حاله هيك، كانه هو بايده عم بيترك حاله يزيد هون صار جهل من وزنه. اكيد صح. لا مش بايده، صح. هلا لو بيصير له يكون من كان ما بيقول لا، ما بيقول يعني. لا هلا هو اللي عم بتقوله جوزيف مزبوط بالنسبه للمساعده اللي ممكن نعطيها للشخص البدين، اللي تبين نحن بالدراسه اللي انعملت بالولايات المتحدة، انه ضمن 3000 شخص انسألوا هل بيتميزوا او بيتعرضوا لتمييز بسبب وزنهم، بسبب عمرهم، بسبب جنسهم، او بسبب عرقهم، تبين انه 36% من الاشخاص اللي عندهم بدانة بيتعرضوا للتمييز، مقارنة ببس 1% من الأشخاص اللي وزنهم طبيعي. والدراسة كملت شافوا أنه كل الأشخاص اللي بيتعرضوا للتمييز بسبب وزنهم، والتمييز السلبي مثل ما كنا عم نحكي، مش التمييز الإيجابي مثل ما قال جوزيف، عم بيزيد وزنهم بمعدل بين كيلو لاثنين بفترة مثلا شهرين أو ثلاثة، مقارنة باللي ما بيتعرضوا للتمييز وللشتائم وعم بيضعفوا. يعني الشخص اللي عم بيتعرض للإهانة بسبب وزنه عم بيروح بفش خلقه بالأكل، وعم بيصير بياكل أكتر بدل ما يتشجع أنه يخفف أكل وينزل من وزنه. لا. وهون نحن الرسالة اللي عم نوجهها اليوم جوزيف، أهم شيء أول شيء بلش بالأهل. إذا عندكم أولاد عندهم وزن زائد، أهم شيء
ما تعرضون للإحراج والشتائم من ناحية أنه شوف شكلك، شوف منظرك، صاير بقرف، صاير بشع. بس في الواحد يلفت النظر. رح نحكي عن كيف بدنا نلفت النظر. لا. لأنه اللي عم بيصير أنه لفت النظر حتى من قبل الشخص القريب عم بيكون بطريقة سيئة، بالرغم أنه الشخص القريب من الشخص اللي بيحبه يعني ما قصده يعمل شيء سيء، قصده يعمل شيء كمان. بينقسموا البدينات او البدينين يعني لقسمين، او عندهم ثقه بنفسهم كثير كبيره ما عندهم مشكله مع اي تعليق او نقد كان بناء او غير بناء، او عندهم ضعف ثقه بنفسهم كثير قويه كمان بينبطحوا قدام اي تعليق بتوجه لهم. اي ملاحظه هون اللي بدنا نقوله جوزيف، انه الجزء اللي هن عندهم ثقه بنفسهم كتير قليل، الأشخاص اللي عندهم بدانة وعندهم ثقة بنفسهم وما بيهمهم شو بينقال حواليهم هن نسبة كتير قليلة مقارنة بالأشخاص اللي بينزعجوا أو بيتحسسوا من أي كلمة موجهة لألهم. نعم. مشان هيك أول شيء لازم نعمله يعني كرسالة بدنا نوجهها اليوم، أنه بدنا نوقف نلوم الشخص البدين على وزنه أو على البدانة اللي بيشكي منها. طبعا نحن كاختصاصيين وانت كمان جوزيف بموقع كشخص بالاعلام ضروري نساعد هالاشخاص، انما فقط بطريقه ايجابيه يعني بس بشكل بالملاحظه فينا نقول لمراهق مثلا هت نتحرك لحتى بركي نخفف من وزننا، نصير نقدر نعمل رياضه اكثر ونتحسن ونحس حالنا نشيطين اكثر، او فينا نقول لهم كمان بنفس الملاحظه اللي بشكل لتخليهم يحسوا، نقول لهم كيف تارك شكلك هيك؟ ما شايف قديش صاير شكلك بشع؟ مين بده مثلا اذا كان صبايا او شباب، مين بده يتجوزك او يقبل فيك الى اخره؟ هيدا هو الشيمينج او اللي بيعرض للاحباط. انا هون بدي وجه تحيه كبيره للكاتب طارق سويد اللي هو بالفعل هلا بكتابي لقلو بمسلسل قريب رح نشوفه على احد الشاشات اللبنانيه انه عم بيتناول هالموضوع هيدا، وملكه جمال البدينات هي بطلة المسلسل يلي رح يحكي فيه هو وجع الروح يعني. طيب هلا نحن رح نشوف فوكس بوب كمان اجريناه بهالموضوع، نشوف شو رأي الاشخاص اللي التقينا فيهم. مئة وستين كان تقريبا بالمئة وعشرين مئة وثلاثين ما بخليها توصل للمئة وثلاثين لا بعرض عند حكيم غدا بزيد مستوى الأنسولين عندي. إذا كان مثلا ابنك أو خيك وزن شي مئة كيلو ما بتخيلون، لأنه أنا من الناس اللي بحب إنه الرشاء بالحياة الليونة بالحياة يعني مثل ما بحافظ على حالي بحب حافظ على أبني. لا بدني مثل ما أنا ما بنسى من وراء طبعا كثرة الرجيم والدواء اللي كنت عم باخده وخربطت الغدة كلها ببعضها يعني ناطحة أو ضعيفة ضعيفة ليه؟ احلى. انا رفيع بحب البنت الناعم اذا انا حبيتها اكيد ما خاصة الجسم يعني. انا شخصيا لا ما بتقبلها ما بعرف ما بتخيل حالي معه لضعيفة اكيد لضعيفة لا لضعيفة خفت عقل الناس فيك تقولي ما بكترس لهالشي بس انه على كتر ما بيزيدوا بتصيري انه خلص انه اوف. قول المثل خفف كرشك بتكسب صحتك. ما بحب حدا يحكي علي لأن ما بحكي على حدا، أنا حرة بحياتي، أكثر شغلة بخاف منها أفقد الناس اللي بحبها. أنا أوريدي عم بعمل لي 4 أشهر فحوصات والعملية تقريبا بعد شي شهر. شو بتقولي للعالم اللي بينظروا للبنت شوي ناصحة بطريقة جاري لايف؟ قدام مؤثرة أخسر الناس اللي بحب لاحظت جوزيف يعني هو الفكرة الشائعة أنه أنا بحب الشخص الرفيع هيك هيدا الناس أكتر شيء بتسمعه، مع أنه محبة العالم أو نفسية الناس أو جمال الشخص أنا برأيي ما بيتعلق لا بالبدانة ولا بالضعف فقط بالبدانة. وفي يقول طبعا في عندي أشخاص بيزوروني بالعيادة عندهم مشكلة وزن قليل عم بيتعذبوا بوزنهم القليل وهن ما حابين نفسهم، شايفين انه حالهم منهم لائقين او شكلهم منه حلو. من هيك هون
لسوء الحظ بمجتمعنا نحن بلبنان وبالمنطقة. لسوء الحظ عم كتير منعلق على الشكل وخاصة على الوزن. يعني بشوف أشخاص عندهم إحباط نفسي بسبب 2 أو 3 كيلو زيادة هن عم بيشكوا منهم. ما حكينا عن 10 أو 20 كيلو زيادة معقول أشخاص تانيين يكونوا عم بيتعرضوا لهم. هلأ من هون منقول بليز بلا كلمات جارحة لأي شخص عنده بدانة. بفتكر كلهم بيعرفوا حالهم انه في عندهم مشكله بوزن ولازم يخسروا، ومنجرب نساعدهم بطريقه غير مباشره حضرية. من دون ملاحظات جارحه. تحيه كبيره لكل البدينات والبدينين طبعا من صح. عالم الصباح. ثانك يو لك كارلا. لكل المشاهدين بريك قصير ومن بعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم. ارض وورد خليكم معنا.